بلسمي داود روحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وابن ربتة عز إخواني كلنا واحد إيد في محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حدي مفرقة والطفيلي والعدباوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية نشبيوي بالنشبية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير. ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءة أردنية يسعدنا نلتقي بالسيد المعروف رجل الأعمال وأيضا المحاور والمحنك سياسيا والمطلع على أحوال المنطقة منذ البدايات وحتى الآن السيد كريم النهار ليحدثنا عن آخر التطورات في الأعمال والمستوى الاقتصادي في الأردن وكيف بعد النظر للأمام بهمة ونشاط الشباب. سيدي مساء الخير. مساء الخير. أبو رامي مساء الخير. مساء الخير. سيدي وأنتم من أبناء الوطن الأغلى على القلوب جميعا الأردن والذين بدأتم منذ البدايات وبعصامية كبيرة جدا ووصلتم إلى ما وصلتم إليه من الشعبية من خلال يعني الاحترام لكم ولشخصكم ولعائلتكم العريقة في الأردن، حدثنا منذ البدايات، نرجو أن تعرف بنفسك قليلا لكي يعني يعلم المشاهد كيف كانت البدايات، أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء العمل في هذه القطاعات المختلفة الاقتصادية. سيدي أول شيء أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، لكن يعني لما أنا أجي أحكي كمواطن أردني نعم. عاصرت القديم والمتوسط والحالي. أكيد بلا شك. في عهد الملك حسين رحمة الله عليه تعرضنا لأزمات، ولكن كان وعي الملك حسين رحمة الله عليه أن تراشت هذه التصرفات، وأذكر من حرب 56 نعم. إلى عام 67 سنة الشؤم واللؤم، فعقدنا اجتماع في يوم من الأيام في عمان لما كان بعد حرب 67 بداية ثورة أحمد الشقيري من الكويت، فبدأ فيها على أساس يفصل الضفة الشرقية عن الضفة الغربية. فعقد اجتماع لكافة الأطياف في هذاك الزمن استنكارا إلى أقوال أحمد الشقيري، وكان معروف عنا قد ما كان الإعلام عنا يسلط على أحمد الشقيري أنه بس يخش الأردن يذبحوه. بس دعنا نعرج قليلا عن النقطة هاي حتى يعلم المشاهد الحديث الشباب من هو أحمد الشقيري والذين قاموا بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. نعم. في الستينات في 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 بداية يعني تقريبا في 65 في 65 في 65 في الكويت في نعم. ياسر عرفات وعدد من القيادات الفلسطينية. نعم. قبل معركة احتلال الضفة الغربية كان في اجتماع لجامعة الدول العربية سنة 66. نعم. فكنا احنا كأردن لما نسمع الاعلام انه احمد الشقيري بس يخش البلد بده يعود من الملك حسين. احنا فعادة لما كان المطار في عالي حاليا مش عالي في ماركة كان الجمهور يطلع يودع الملك، فطلعنا نودعه واجا لما عودته من القاهرة فوجئنا والا حاط ايده بايد احمد الشقيري ونازل من الطيارة. وكأنه يقول لنا يعني ليش امبارح شو مالكو هي فالعائلة المالكة عنا هي سيدة التشريعات العربية التي تمر علينا هذه الأيام، ومع أنه الآن يقال عن الأردن أن الجيش الأردني سيدخل سوريا أنا أشك في ذلك لأنه خشته في سوريا هي دمار للأردنية. نحن لن نتحمل طلقة واحدة، وإذا ضربت إذا قبل فترة على قصة ثلج ومش عارف شو بظلش في رغيف خبز، فما ذلك بحرب نموت من الجوع. فعنا العائلة المالكة واعية لا يمكن يدخلوا، ولو شفتهم أنا بعيني تخريب سوريا ما بصدق أن الجيش الأردني يروح ضرب سوريا مستحيل. رحت على السعودية، لا السعودية لها معنا ارتباطات وعنا ارتباطات ما لنا علاقة في داعش من هون. نعم. شايف لا بدي أقول لك يا الأردن في قادة في جماعة من المسؤولين عندهم الوعي الكامل لا يمكن يقبلوا أن الأردن يخش حرب بسوريا. لا خش سوريا أول من يقوم ضدهم الشعب الأردني، بدك تذبحنا بدك تموتنا ما عندنا شيء، بلاش نضحك على بعضنا. لكن كل ما يقال كله غير صحيح، كله عبارة عن إعلام وإعلام، كله عن تبرعات الإعلام أنه بده يصير بده يصير يشدوا المواطنين ويهزوا بدنهم، لكن لا يمكن يقدموا على هيك شغلة إطلاقا. العائلة المالكة يا سيدي عندنا
نحمد الله ونشكره دائما وابدا اللي الله فرض علينا جاب لنا العائله المالكه الهاشميه يا حضره. والا انت انظر الى الدول العربيه المجاوره، سوريا مولعه، العراق مولعه، البحرين مولعه، السعوديه مولعه، اليمن مولعه، مصر مولعه، كل الدول العربيه البلد الوحيد واحنا عايشين على رحمه من رب العالمين، لا عندنا بترول ولا عندنا شيء، مثل ما يقول البدوي عايشين على اكتاف الناس وعايشين احنا احسن منهم، ما عندنا احنا واردات، وارداتنا مواطننا. اجيب لك مثل بسيط جدا على الاردنيين. يا سيدي لما صارت قصه الكساسبه الشهيد معاذ الكساسبه، طبعا الشهيد معاذ الكساسبه، كان هنالك تنبؤات، الا انه لما صارت الحادثه واستشهد وقف الشعب الاردني على بكره ابيه من الشمال الى الجنوب، ما كان في فرق بين مسيح ومسلم، شركسي وعربي، شمال وجنوب، هب الشعب هبه واحده. هذا دلاله، هذا دلاله ان احنا لا يمكن ان نفرط بكرامه بعضنا. بالضبط، احنا حتى لو كانت روح واحد شخص، احنا حاليا روح واحده، هو الهوى لما يجي بيني وبينك نشم كلنا. صحيح. فالحمد لله رب العالمين احنا وضعنا لغايه الان كويس، لكن ارجو من الاعلام ان يكون اكثر دقه في نشر الخبر واكثر حكمه ايضا. طبعا خاصه بان الهاشميين طول عمرهم لا يتدخلون بشؤون الغير ولا هم من رعاة الدماء، دائما هم رعاة سلام وأمن وأمان. وقد ذكرت قبل قليل المرحوم الراحل الحسين العظيم وكيف أن بحكمته وحنكته السياسية جاء مع أحمد الشقيري، وهكذا الملك عبد الله الثاني بن حسين الملك المعزز أيضا هو يحمل نفس الرسالة الهاشمية. ونحن الآن نعيش العام 100 للثورة العربية الكبرى التي انطلقت معلمي. من أجل رفع الضيم عن العرب. اسمح لي بدي أحكي لك شغلة، أحكي إلى كل المستمعين قاطبة. نعم. تحرك الملك عبد الله في الآونة الأخيرة رفع شأن الأردن من 20% إلى 90% عالميا. نعم. لاحظ أنت، مرة بأمريكا، مرة في بريطانيا، مرة في روسيا، مرة في إيران، ما بروح هناك يلعب، يروح يكرس جهوده. والله احنا شعب لن نتحمل هزه واحده، وهو معنا وعارفنا وعارفينه. احنا العائله الهاشميه عندنا احنا خط احمر، الحمد لله نظل عايشين بكرامتنا وبشرفنا. احنا الاردنيين الان احنا في حكي وفي اخويل، لكن الاردنيين يد واحده، قلب واحد مش قلبين، اخوان كلياتهم ماشيين بطريقه واحده اللي هي حفظت كرامتنا ودمائنا كأردنيين. صحيح. والأردن دائما يعني لا يتدخل بشؤون الآخرين أكيد، ولكنه أيضا عصي على أي إنسان يحاول أن يفكر مجرد تفكير أن يدخل في إحدى مناطقنا. سيدي بدي أحكي لك شغلة احنا مارسناها وشفناها في أيام الحرب الكويتية العراقية. تصور أنه حافظ الأسد بعثي، نعم، وصدام حسين بعثي، نعم، لما تأزمت بين الكويت وبين العراق حافظ الأسد والجيش السوري بده يدخل عن طريق الأردن العراق. نعم. رفض الملك حسين أنه يدخل هنا نهائيا. صحيح. راح عن طريق مصر، كلهم عن طريق مصر والسعودية. النظام عندنا نظام عائلة المالكة، وتعرف العائلة المالكة يعني من الأشراف. صحيح. لا يتدخل ولا يسمح بالآخرين أن يدوسوا أرض الأردنية. نعم هذا كل واحد عنده وعي وعاصر يعرف أنه كل هذا عبارة عن شغلات محلية ما إلها قيمة، ما إلها وجود. العائلة المالكة عاقلة وتفكر في شعبها أكثر ما تفكر في نفسها. بلا شك سيدي، ما هو المطلوب من أبناء الوطن الأردنيين جميعا؟ ونحن نعلم بأن حوالي 70% من أبناء الوطن هم من الشباب. ما هو المطلوب منهم من أجل الزيادة في اللحمة الوطنية والتكاتف وبناء المستقبل؟ سيدي الأردني ظل أردني سواء كان 70 ولا 50 ولا شاب ولا كذا، لا يسمح في إنسان أن يدوس كرامة الأردن. نعم. سيهب هبة واحدة حتى وإن كانوا ضد النظام سيكون مع النظام. أنا ما عندنا ضد النظام. لا يوجد. داعش خربت البلد، استقطبت الشباب اللي عاطين على العمل، بس أردنيين قلة. لكن تصور البعض قلة استقطبت البعض. البعض طبعا. نعم. شايف فاحنا اذا جيت داعش من وين هم داعش؟ تلقى جنسية غربية مختلفة. لا وشرقية مختلفة. وللأسف هناك بعض اذا في هنود. نعم. اجيب لك خطرة سلافة صارت انا معي انا. على فكرة العرب الموجودون في داعش هم قلة قليلة. والأغلبية العظمى هم من مختلف دول العالم. طيب من هم داعش ومن
سندهم أو بدهم. داعش عبارة عن حفاظ على أمن إسرائيل محسوبة على إسرائيل وأمريكا. يعني هم عبارة عن حثالات العالم تجمعوا معه. بدي أسألك سؤال أنت ثاني. أنت لما تعرف إنه داعش كلياتها صار فيها كذا كذا كذا، طيب من وين، من أين لكم هذه الأموال يا داعش؟ من مين؟ من أمريكا وإسرائيل. الله أعلم. وأنا أعلم. الله يعلم وأنا أعلم ك ك ك ك كمواطن عربي، كإنسان أفكر، شايف؟ لا يا أخي، فلوسها لدعم من أمريكا. لما أخذوا بترول العراق صار يبيعوا، من نزل البترول؟ هم يبيعوا بالسوق السوداء، شايف؟ فلو لما يكون لهم دعم من، أقول لك أقرب شيء، من أين لكم الأسلحة يا داعش؟ من أين لكم المتفجرات يا داعش؟ هناك أيدي خفية في الموضوع. طب أنا بقول لك، أنا أولا ما فيش يعني بالنسبة إلي أحكي لك رأيي الشخصي، وأنا مسؤول عن رأيي الشخصي. لو لم يكن هناك دعم لداعش من أمريكا أولا وإسرائيل ثانيا، ما وصلت البصرة. في لها دعم خارجي، خارجي هات عاد ربنا يفكنا منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن سيدي يعني نعود للوطن، نفكر داخليا. نسبة البطالة المرتفعة في الأردن كيف نستطيع التغلب عليها والقضاء عليها، طالما ابن البلد لا يريد أن يعمل في تلك المهنة أو هذه المهنة أو يعني في أي عمل كان، بقول لك هذا ثقيل علي، هذا عيب، هذا كذا. سيدي بدي أحكي لك شغلة. إحنا لما نقول العمالة وفي عندنا بطالة، الأردني ابن الأردنية عنده نوع من الغرور، ما يقبل أن يكون عامل. العامل الآن يومية العامل 25 دينار، صحيح 25 دينار. مين أفضل إنك أنت تأخذها يا أردني ولا يأخذها المصري؟ طبعا ابن البلد. ابن البلد بيقول لك أنا ما بشتغل، أنا بدي قلم وطاولة وبدي كرسي، بدي ظل طب كيف بدك توكل يا أخي؟ كيف بدك توكل؟ لو يكون في تواضع عند الشاب الأردني أو العامل الأردني ويشتغل بما يشتغل، إحنا ما بلزمنا. لكن أنا أحكي لك كملاك، إذا أنا أظل على العامل الأردني ريحة أرض تطلع، أما المصري يجي يكنس وينظف وما شاء الله، أنه هذا يأخذ المنظور 25 دينار يوميا. في عندك كراميات، صح. طيب أنا بحكي لك شغلة عندي أنا في الجمرك، أنا تخليص بالجمرك، العمال مصاروة جميل، يأخذ الواحد منهم مش أقل من 30 دينار إلى 40 دينار ويأخذ كراميات من التجار. طيب هذا بين الأردني بيقولك إيه، أنا بحمل على كتفي، أنا شو بقولوا للناس؟ يعني تحب له 100 دينار باليوم تقريبا. لا 100 ما في، أما 30 40 في بعض أيام ممكن. مش حسب ضغط الشغل. حسب ضغط الشغل. فإحنا الأردنيين بس الكبرياء اللي عندنا هذه لو نحطها على جال، في مثل بيقول أشتغل في كذا وعلى أعتاز الكذا. شايف كيف؟ ما فيش داعي أحكيها للجمهور وللناس. الكل يعرف لا. صحيح. لا يا أخي اشتغل وخوت على بيتك بعجز مكرم ما شاء الله عنك. طيب ابنك أو بنتك أو لو أنت جاي أنك تجيب لهم رغيف خبز. سيدي المسؤولية تقع على الآباء لأنهم هم من أخرجوا أو أبنائهم بهذه الشاكلة؟ لا هم صحيح وإجمالا صح، لكن أنا الله خلق لي عقل ودماغ. نعم. إذا اشتغلت أكلت، ما اشتغلت متت، بدي أشتغل بإيش مكان وأكسر حالي. ما هو الابن يركن على أبا يقول لك يا أبا أنا بدي، أنت عارف لسه ما اشتغلتش أنا. ما هو الأب الأب ما عنده هناك. طب ماذا تفسر؟ ها؟ البعض يعني ماذا تفسر هذه القصة؟ أريد أن أذكر لك قصة بسيطة. أدخل على بعض المطاعم الوجبات السريعة، تجد الشباب الأردني المتفتح طلاب الجامعات يعملون في هذه المطاعم. قبل أن يأتي إلى الفاينل، ما يسمى بالفاينل الامتحان النهائي، يأخذ إجازة ويخرج من العمل، ولكن بعد التخرج بعد شهرين يجلس في البيت. يابا ما تقوم تشتغل، يابا ان شاء الله هنا قدمت ديوان خدمه مدنيه. طب يابا ما ترجع لنفس المطعم الفلاني؟ قال يابا انا تخرجت من الجامعه. ايه يعني بس شهرين يعني حصل على هذه الكرتونه او هذه الشهاده المزركشه، ولبس هذا الروب وهذه الطاقيه التي ترمز الى وضع القران اعلاها، ونحن العرب اول من وضع هذا الشعار عندما كانت الجامعات في اسبانيا او الاندلس تحديدا. ما الفرق بين الشهرين هذول يا سيدي؟ احكي لك شغله، بدي أحكي كلمة لكن مش من واجبي أحكيها، لكن لا سمح الله إذا صار إشي عنا في البلد، بتشوف هذا الجامع اللي معه ماجستير ودكتوراه هو اللي يشتغل على التال لأنه بده يأكل. إحنا شعب مركن على هالحكومة، بدنا الحكومة ظل نحلب فيها، ما بقرة غرزت ما عادت تجيب حليب. وبعدين فإحنا
إذا جار الزمان علينا أكثر راح يعودوا كما حاليا العيد العامل هم يشتغلوا. لكن إن شاء الله أنا ما نصل إلى هذه الساعة. يجب أن نعود للزراعة. طبعا الزراعة أصلا لحالة ما تطابق. الزراعة شو الزراعة؟ أراضينا الأردن ما صار مركز اللاجئين، ما فيش أراضي زراعية الآن. سلامة سلمك. النسبة 8% فقط مجموع الأراضي الزراعية. بقول لك ما تقدر، إنما إحنا بنقول لك الأيدي العاملة اللي بيمسك كزمة وكريك ويشتغل بإيده بعرق جبينه أصلا يصير زلمة. في ناس كانوا عمال، مش يعني عمال اليوم بسطة، الآن من أثرياء البلد ومش موظفين دولة على أساس نقول سرق الدولة، لا اشتغل بالتجارة من هون لهون 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 صار معهم. صحيح. والله خلق لك عقل فكر فيه. بهمنا أول شيء إحنا حاليا قبل الغلاء بهمنا الحفاظ على النظام، بهمنا أن نمشي مع النظام ونأيد النظام بما أنه ما وصلنا إلى مجريات الحرب. أما إذا صار في حرب فإحنا رحنا إحنا والنظام. سيدي بصفتك رجل أعمال وتعمل في القطاع الخاص، ما مدى أهمية دعم الاقتصاد الشباب؟ خلينا نقول يعني الشباب، شباب يكونوا عاملين مبادرة من المبادرات الوطنية سميها ما شئت، يحتاجون إلى دعم القطاع الخاص من أجل السير للأمام. لما بيجي بلجأ لك كشركة أنك تدعم مبادرته بيقول له والله يا عمي أنا ما بدي، شوف غيري شوف غيري. إذن حتى هذا الطموح يعني يتم الوقوف أمامه بشكل مختلف. أستاذي بلاش إحنا نحيرم على بعضنا بالأجوبة. أنت يا اللي جاي تمد إيدك، لا مش جاي، هو عنده مبادرة لعمل ما، يعني لعمل ما فاشل، عمل ما أي دعم. ما هو المليح ما خلى العاطل، العاطل ما خلى المليح محل، تأخذ مني مصريات وتسترب فيهن وتروح تتحمل فيهن، ولا بكرة من وين أجيب؟ أقول لك أنا أحكي لك عن حالي. أنا أعطيت واحد مشان يشتغل تجارة مبلغ ما، صار لي سنة تنتظر هذا، أنتظر رجع لي نص المبلغ، ونص المبلغ بعد ما بعت ما اشتريت ما كذا، ولكن اخذت منه قرضه. انا مش لو كان تحت اشرافك مثلا، يعني ان تدعم هذا التوجه ولكن ضمن اشراف شركه من شركات، ما بقدر، بحيث انه يعني مش عملي، مش من شوف كل واحد يدعم المهنه او الشغل اللي هو يشتغله. اذا انت طبيب تصير مهندس طبعا، اذا كنت مهندس تصير محامي، كل واحد من شغله. صحيح. ومجال البلد عندنا مفتوح للشغل، مفتوح مفتوح أكيد. في وين ما تروح تلقى في شغل بلا شك. يعني سيدي سرت جدا سيد أبو رامي بهذا الحديث الشيق معك وهذا التفتح السياسي الكبير، وخاصة أنك عاشرت يعني العديد من شخصيات المجتمع الأردني عبر السنوات الطويلة المضت من أكثر من نصف قرن، يعني من الخمسينات من القرن الماضي وحتى الآن. لذلك أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذا. في نقطة بس تفضل. تفضل. احنا نحكي عن سوريا كلمتين مختصرات. تفضل. سنة 67 لما صارت المعركة. نعم. الدولة الوحيدة اللي كانت تشجع وما قدمت جندي واحد سوريا. سوريا دائما وابدا من النظام، انا بحكي لك كنظام، بحكي لك كشعب. اجيب لك سابقا حرب 56. حرب 56 كان جمال عبد الناصر رحمة الله عليه موجود، وكان الملك حسين موجود. بدأت بتصير المعركة، مين كان يحط على النار بنزين؟ سوريا. لما صارت المعركة لم تتقدم ولا بث، مين اللي تقدم؟ الأردن. أنا كان في أيام ما في تلفزيون، أيام العدوان الثلاثي على مصر. نعم. في 56 كان في أيام ما في تلفزيون، في إذاعة لندن كنا نفتح عليها وكنا نفتح. شو بيجيب مسجل؟ عبد الناصر خاطب الملك حسين بيقول له يا حسين احنا كيف احنا خشينا المعركة على أساس انه القاهر والظافر، القاهر والظافر، ولا ما في لا قاهر ولا ظافر، خشينا المعركة معهم بالضفة الغربية. أنا سمعتها بإذني، بيقول يا حسين طلع بياني من عندك ولا طلع من عندي بيان. شو طلع بيان؟ ما انكسرنا، شايف؟ فبرضو حتى قادتنا القدامى كان فيهم خلل، مع أنه كان أزعم من أزعم زعماء الدول العربية في ذلك الزمن جمال عبد الناصر، لكن حدث ما حدث والأردن ظل محافظ وسوريا هي الأساس، سوريا هي الأساس. والآن نفس الإشي، أنا ما بحكي لك كشعب، كنظام ممكن، أما كشعب سوري شعب إحنا ويا واحد أصل، إحنا اسمنا بلاد الشام. صحيح. حتى في حرب 73 التي حدثت
كان للأردن دورا كبيرا في هذه المعركة التي حدثت، وكان من أوائل الجيوش التي دخلت في الحرب، وكان الجيش السوري واقف يتفرج. ولنا يعني ما بدنا ندخل في تفاصيل. لا أنا بدي أحكي لك شغلة، أنا كنت أتردد على الشام على سوريا باستمرار، وهو أول من دخل إلى القنيطرة يرحم والديه. يعني الجيش الأردني، الجيش الحام عندما قال في إحدى مسرحياته علما مرفوعا سعسع، كان يقصد أنه أول علم رفع على إحدى القرى وهي قرية سعسع كان علم الأردن. طيب بدي أجيب لك سلافة، هو من رجع المنطقة القنيطرة لبلاد الشام. يا أخي بدي أخير شغلة، لحظة أنا كنت بالشام في يوم من الأيام في ساحة المرجي، ما حسيت ولا سيارة أردنية عليها العلم بساحة المرجي بالشام، طلعت ولا الوجود قائد اللواء بعرفه، أهلا أهلا كيف حالك، سلمت احنا وياه 73 شايف، بقول لي يا أخي أنت زمان صار لك هون، قلت له والله بعرف، قال عمي الآن اطلع روح للأردن قبل نشوب الحرب. لا ما فيش حرب خروج كيف، لما جاك بسلافة ليش، قال الآن اطلع وروح على روح على. تأخرت بالكسوة، مشيت بالليل وإلا الجيش الأردني طالع روح. بسأل ما أقول ليش، تصور أنه كان الجيش السوري هو المستلم إشارات بالنسبة للقتال، يعطي إشارات أضرب كذا أضرب كذا، فأعطى في خطرة من الخطرات أعطى للجيش الأردني أن يضرب العراقي والعراقي يضرب الجيش الأردني، من مين الإشارة؟ من الجيش السوري. لما شافوا الحاكم ذيك صيحوا ذبحنا ذبحنا، قال خل روح هذاك، روح على العراق وإحنا روحنا على الأردن، سوريا بواقة. سيدي هذه أرجو أن أصحح هذه المعلومة، الخطأ جاء بخطأ من سوريا، الجيش العراقي كان لسه جاي بالخلف، ضرب إحدى الصواريخ واستشهد 4 من مؤخرة الجيش الأردني. فتدخل جلالة الحسين من غرفة العمليات في سوريا نفسها وقال العدو أمامكم، هذا خطأ عراقي، استمروا الأمام. وكانت القوة المقدمة الجيش التي دخلت مدينة القنيطرة، وفي أحلك الظروف عندما طلب أن يتوقف الجيش الأردني أخبر جلالة المرحوم الحسين، أخبروا بأنهم لديهم خطة السفر للاستمرار، فقال وقتها حافظ الأسد الرئيس السوري السابق قال بأنه توقفوا وانسحبوا، والأمم المتحدة في مخاطبات، فالملك حسين قال لا تنسحبوا خليكم في مكانكم، هذه شهادة للعصر. وبقي الجيش الأردني حتى انتهت الحرب، وما بقي فيه الأردن هي القنيطرة الآن. سيدي يا سيدي أحكي لك شغلة، بدي تقول هذا معلوم ومعروف وبثت في حلقات على مختلف ترجمات كل الإعلام اللي حكى احنا عايشين، والكثير من أبنائنا كانوا يعني شهودا في تلك المعركة. أنت تحكي كإعلام، أنا بحكي لك كواقع كقيادة، بحكي لك حرفيا إجاء إعاز من الجيش السوري المدفعية عشان بدهم يضربوا وين العدو قدامهم، فأجت أعطوا قالوا بعدين قالوا الخطأ أعطى ضرب الجيش الأردني والجيش العراقي ضرب الأردن والأردن ضرب العراقي، فصار في قتلى طبعا عدد بسيط لكن واحد يكنا على 100، فلا كان في خطأ، كان في خطأ ما تحملوا لا الجيش الأردني ولا الجيش العراقي. أنت تحكي لما راحوا من هون، أنا ما بدي لما راحوا من هون كديش قاعدوا بسوريا أشهر شايف، فلأنه إحنا مش صغار في العمر كنا مواكبينها. بعدين لا تأخذني أنت إلك واحد في الجيش وأنا إلي واحد والثاني الواحد، تعرف بس الشاطر الذكي إنه يجيب الحكي بالبحر، وإحنا مش هذا الموضوع، هذاك الزمان وهالآن هذا الزمان. حاليا لن نسمح بسوريا أن تمزق، لأنه تمزيق سوريا تمزيق للأردن. هالساعة بيقال إنه في حملة بدهم يعملوا 3 جمهوريات، إشي تابع للعراق إشي لتركيا وإشي بقول الأردن، الأردن ما تحمل، مع إنه إحنا أكبكلين هوا الآن. يعني انت الان تمشي بالشارع تلقى الشارع نصه سوريين، طيب ما يجوك خبزنا وخيراتنا، وين نروح من وين نجيب من وين نشحت، ما تشحتنا ما فينا محل. سيدي ما هي رسالتك لأبناء هذا الوطن، الرسالة التي تتعلق بنعمة الأمن والأمان؟ يا سيدي ما علينا احنا أبناء هذا البلد إلا أن نقف شيبا وشيابا مع النظام، ولن نسمح بإنسان أن يجتازنا ولا ندخل أي معركة، أي معركة علنا ضد سوريا حصرا، لأنه إذا دخلنا ضد سوريا حصرا تتفتت علينا عيون كثيرة. أنا رأيي أحكي بجوز أنا عندي نوع ما من الجرأة بقول أنه لا، مع أنه مش هذاك الألف ولا هذاك اللي بينه وبين سوريا، لكن سوريا اسمها بلدنا اسمها سوريا،
إذا راحت سوريا رحنا احنا معها، إذا لا سمح الله صار فيها شغلات دمار راح يلحقنا من الدمار دمار. امبارح طلقتين كما طلقة صار على درع من درع للرمثة جينا كل الناس. سيدي الأردن هي من أكناف بيت المقدس، صح. وبالتالي كل الأحاديث النبوية الشريفة تجمع على أننا هنا أرض الرباط، ولن يحدث للأردن شيئا إلا خيرا بإذن الله تعالى، ثق تماما. سيدي أحكي لك شغلة، إحنا كنا مسلمين نعلم نعلم نحكي إنه القيامة بتقوم، أنا الآن هذه لما بدها الشغلة هذه لا تأخذني يا ربي لا تكتب علينا ذنب، معناته القيامة بدها تقوم. أنا معك، لكن حط هذا على جال ونحكي بالواقع اللي إحنا عايشين على جال. إحنا بنقول إحنا مفروض إنه نبقى في يد واحدة كأردنيين مع بعضنا، صحيح. نمشي مع بعضنا، شايف كيف؟ ما ندعم زيد على حساب عبيد، صح. هذا رأيي الشخصي بإذن الله. ولا ننسى قيادتنا الحكيمة التي طبعا إليها بالشكر طبعا والله بعد شكرنا لله لا إله الله نحمد الله ونشكره للهاشميين حكامنا الحمد. والله لا سمح الله لا سمح الله لو صار بالنظام عندنا شيء لنصير مجاعة. وأيضا يعني يجب أن نتقدم بالشكر الجزيل لقواتنا المسلحة طبعا الباسلة وكافة أجهزتنا الأمنية ومنها جهاز يا أخوي مو ابني وابنك وأخوي وأخوك هذول منهم على الجنود الساهرون على أمن الوطن داخليا وخارجيا سيدي إن شاء الله فيدي. ولا ننسى وعي المواطن والشباب الأردنيين الواعي والمستدرك لما يحدث حوله. كريم النهار يعني أحمد كريم النهار أحمد كريم النهار سيدي أشكرك جزيل الشكر أبو رامي على هذا الحديث، وأنتم من الرجال الذين قدمتم الكثير لهذا الحديث. أشكرك جزيل الشكر واسمح لي أن أمول سيد المشاهدين بأن أبو رامي هي إحدى الشخصيات الوطنية التي أيضا دعمت هذا البرنامج الوطني الكبير، كفاءة أردنية الدعم الكبير من أجل الاستمرار في تقديم مثل هذه الحلقات التي توعي أبناءنا أينما كانوا. أشكرك جزيل الشكر. I'm not the same.